شيخ بارك الله فيك. وفيك. أنا بعت سريرا لرجل كافر، وبعد أن قبضت ماله تذكرت وخفت أنه يستعين به على معصية الله. لا لا لا، ليس لك أن توسوس، هذه الوساوس، هذه وساوس وهواجس. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب يباع، ولا ندري هل تتبرج به المرأة أم لا. كانت البيوت تباع، ولا ندري هل الاشتراء سيفعل فيها محرم أم لا. كده أنت وصلت، خرجت عن حد الاعتدال.